بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه الموتور دي لتر اتش دي اللي هو معروف بالتربو منتال، معروف الموتور هذا سموها، موجود في البارتنير، موجود في 406، يعني فيه موجود في عدة سيارات. فيه الكلاج او المتفوع او تعديل السبتة، باش نوريه لكم. عندنا هنا تحت الديمرار اللي هو تحت الموتورينو او المكان اللي خدمه منه، فما ثقب هنا مفتاح 13، هذه نحطها هنا. عندنا الكاش هذايا، الغطاء هذايا كلنا نحوه، هو البوليلي نجي من اللوطه كلنا نفكوهم سهلين. يعني هذا الغطاء هذايا شد بالنات مفتاح 10، هذا 2 3 4، هذايا شد ب4، هذايا كيف بنات كلنا نفكوهم. عندنا 1 2 3 شد ب3 بنات 4 كيف، وعندنا هذين الغطاء الوطني كيف شد 1 2 3 4 5، يعني شادين مع بعضهم، هم يكملوا بعضهم. هذايا السبت نتاعو سهلة، عمي شوف السبت نتاعو كيفاش يمشي. نجي هنا على الطوندير، هذايا موبيل وهذايا فيكس، وهذايا في البوكان. حتى باش نفهم الأولاد على الأقل باش يفهموه أكثر. عندنا هذه بينيون في البركان سموها، هذه نتاع الكرنك، مسنن نتاع الكرنك. هذه بومبو ترومبة الماء، يعني مضخة نتاع الماء. هذه طوندير اللي هو دفاف، اللي هو يتك عليه السبتة، هذا يتحرك، هذا متحرك تسمى موبيل. هذا تنجم تكبس منه السبتة وترخف منه. هذه طوندير خو، هذا انما فيكس، هذا تكبس بالونه وكا وما يتحركش، معناتها كي تجي نحشان ترخف هذي، ترخف هذي باش تطيح الوحدة باش نحشان نتاعك. شوفوها، هذه عندنا هنا الفوق، هذه البنيوم تاع البركه زين، وهنا البنيوم تاع البومب اتش بي اللي هي نسموها احنا بالعاميه بومب اجكسيون، بومب اتش بي، بومب اوت بريسيون. هذه معناتها عندنا بنيوم 2 3، والبومب هو معهم فيها مسنون. كل ما نحتاجه احنا في الميزوبوان هو في الكلاج نتاع هذايا، في المسنن هذا ما نحتاجه كان لهذه فقط، فما بولونه من تالي في البركان، هذا كل ما نحتاجه لاش. هذا كله حط كما يجي، هذه يحب يقمرها ورجعها كما كانت، ولا ركبها كما يحب هو، لان هذه بومب، هذه نجم يشدها بحاجه، يربطها بحاجه او يقمرها بطرف دهن باش يرجعها كما كانت كان يحب، ولا يخليها كما هي. عندنا هذه شنو اللي فيها؟ فيها هنا ثقب، هذه نحطوا فيه بونو كما هذه مفتاح 13، شفتوها؟ انا محضر، لان محضر انا البوان حاط، تحط هذه. وفما اختها في الفيبرو كامل تي، نفكوا الشن نتاعنا، السلسله نتاعنا. عندنا هذايا الطوندور، بعد ما حطينا البولونه هنا وحطينا البولونه من تالي، تو نوريها لكم بعد ما نكمل من قدام. هذه البولونه هنا عندها ثقب نتاعها من الظهر، هذايا داخل عند اخوه الداخل، تحط بولونه تدخل على الاخر هنا بولونه، شفتوها؟ بعد ما ركزنا على هذوك كلهم، تو نفكوا الطوندور نتاعنا هذايا الشن. هذه الطوندير، هذا كي نفكوه وحده يتحرك، شفتوه؟ يعني يتحرك وحده، فيه الواحد نتاعو، شفتوه كيف يتحرك؟ يدور، خاطر تو نجيبو مفتاح مربع وندوروه، شفتوه؟ يدور، كي يدور تتخف السلسله ونفكوه، سهل. هذه كيف قلت لكم نجمو نفكسوها بحاجه ونخلوها، يعني سهله العمليه، شفتوها؟ ما فيها شيء. في التركيب كيف زاد نجمو نرجعو كما كان. عندنا التوندير نتاعنا والفيبركان والبومبو والتوندير، ونرجعو كيما كانت، يعني سهلة ما فيهاش صعوبة كبيرة. ونرجعو بيه التوندير نتاعنا، ندورو بيه باش يعطينا الوحدة الصحيحة. نحطوها طومبا هو هذيك، ونرجعوها مكانها زي ما فكيناها، هكا. وعندنا هذايا ندوروه لهنا لوطا، يعني نجيبو حتى، أما نجيبو مفتاح مربع اللي هو هكا تاع الزيت، هذا تاع تغيير الزيت، نحطوه هنا وندورو، ديما ندوروها لوطا هذي، ما ندوروهاش لفوق، ما نقلبوهاش هكا، ندوروها لوطا هكا، وإلا نجيبو مفك كما هذا باش نكبسو به.
يعني اثنين يمشوا يعني شفتوا هنا تو خلوها يعني عاديه يعني كم يعني مش ربط كبير مثلا كي نحط انا هذه كي نحط هذه نشدها يعني يدوب بصبعي هيك شفتوا شد هيك بصبعي يدوب باش ما تجيش تغنغن حتى تولي تغنغن كانت تكبسها اكثر من هيك تولي تغنغن هيك عاديه شفتوها بصبعي هيك يدوب ما نزيدش عليها برشا ونكب سلوح تسال روح وانا شد وانا شد ديما شد باش ما يدورش معايا طوندر هنا هكاكا عادية متاعي لابس عليها شات باهية وقتها نولي نحي البولونة متاعي ونشوف وريتكم المسبوع مقدام تاع الأبراكام وتوا من تالي هذايا وين فما جهة البوات تبدا هنا ديميران مغطي على المكان هذا مغطي يبدا مغطي نجي ورا الديميرار بالضبط تلقاها ورا الديميرار من تالي تلقى الثقب هذه النقبه هذه نحط فيها بولونه كيما هذه تو هذه نجيبوا بولونه مفتاح 13 هذا كيف كيما قدام كيما تالي بولونه مفتاح 13 ونحطوها ضوي على البولونه على الثقب هذاك هذه ونحطوها هذه يبدا عندك دمار راكب انت دور 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 لين تحصل هذه وين تحصل هذيك غادي معناتها حتى من قدام تجي صح سهل العمي بولونه مفتاح 13 هذه حط هنا ما ديمرار يبدا عندك راكب يا اما نفك الديمرار اذا كانك انت ما نجمش يا اما تشوف واحده طويله هكا تدخلها من وراء الديمرار وتحطها في المكان هذا هذاك المزبون نتاع نتاع الامبوان اللي اسمه الدي لتر هاش دي تيربو من تالي ان شاء الله العمليه تفيدكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.